النهارده معانا جهاز الاي تاج او الميداليه الذكيه. وريكم استخدامها بيبقى ازاي. مكوناتها حجر ساعه والميداليه نفسها بالشكل ده. هنفتح مكان الحجر، نركب الحجر، ونلف ونقفل على الحجر كده. كده الميدالية أصبحت شغالة، نضغط عليها اشتغلت. الخطوة التانية زي ما مكتوب على العلبة، هتنزل من ابل ستور أو جوجل بلاي برنامج اسمه اي سيرشنج. أي برنامج من دول بيشتغل عليها، بس احنا هنختار أول برنامج. هيبدأ تشغيل البلوتوث. مجرد ما نفتح البرنامج طالما الاي تاج شغال هنلاقي الديفايس موجود. لو ما لقيناهوش هنضغط على كلمة سيرش، هو هيعمل بحث تلقائي وهيظهر لوحده. ظهر معانا كده. هنضغط على كلمة اتصال. بعد ما اضغط على كلمة اتصال، لو انا نسيت الميدالية ديت في اي مكان، علقها بقى في ميدالية العربية، في ميدالية مفتاح العربية او مفتاح الشخصية، لو انا نسيتها في اي مكان بقى في الشقة مثلا، اقدر ان انا اضغط على كلمة انذار. الغاء الانذار والعكس. اما لو انا معايا الميدالية ديت ونسيت التليفون نفسه في اي مكان، هضغط على الميدالية كده اهو،